هو رايح للمدينة، قابل خالد بن الوليد خارج من مكة رايح المدينة، فقال له ما الذي أخرجك؟ قال يعني قل لي أنت الأول سيدنا عمرو. فخالد قال قد والله استقام المنسم، استقام المنسم يعني اتضح الأمر، وإنه لرسول الله حقا. سيدنا خالد بن الوليد هذه لحظة إيمانية بقى من لوحده، لحظة إيمانية من غير ما حد يقعد معاه ولا يكلمه ولا أي حاجة. يعني له قصة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة، أخوه، لأن أخوه كان أسلم قديما بعد غزوة بدر، أرسل إليه يعني كان يرسل إليه يدعوه الإسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه، هذه حكمة النبي ومعرفته بنفوس الناس، قال للوليد ذات مرة أمثل خالد يجهل الإسلام؟ والله لو جاء إلينا لعرفنا له قدره. فصارع أخوه الوليد بن الوليد وأرسل هذه الرسالة إلى خالد بن الوليد، وقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم أمثل خالد يجهل في عقله يجهل الإسلام؟ والله لو جاءنا لعرفنا له قدره. فنقدر نقول إنه هذه الرسالة أثرت فيه مع ما يراه أيضا سيدنا خالد بن الوليد من نمو أمر المسلمين الغير طبيعي. وذهب إلى، فالمهم التقوا ودخلوا معا إلى مكة إلى المدينة، وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها.